إذن أعيد شرح السقوط الحر. طبعا تعريف السقوط الحر هو السقوط الذي لا يخضع فيه الجسم إلا لقوة ثقلية، وكأني حددت القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية قبل بداية الدراسة. لدراسة الجمل الميكانيكية نحتاج إلى تحديد الجملة المدروسة في هذه الحالة، وليكن كوريا نرمز لها بالرمز S. المرجع المختار هو مرجع سطحي أرضي نعتبره غالبية، والقوى المؤثرة أو القوى الخارجية المؤثرة على الجمل الميكانيكية هي أولا الثقل. الثقل وفقط، نكتب الثقل ونكتب فوقها شعاع، علما أن الثقل له خصائص التالية: شاقولي وباتجاه الأسفل مثله هاشي. إذا مبدأ هذا الشعاع هو جسم آس شاقولي باتجاه الأسفل. كيف تحسب قيمته؟ بالعلاقة بي تساوي ان في جي. لازم نكتبه اثناء الدراسه، لازم نكتبه ونحدد الاشياء هذه، لان لما نتكلم على السرعه بالنسبه لاي مرجع، لما ما تحدديليش المرجع الاجابه تاعك خاطئه. نقدر نختار انا مرجع اخر والدراسه تاعك ستكون خاطئه. كيف نقول هذا هو المرجع سطحي؟ خلاص مادام حدد هو المرجع، خلاص تتم الدراسه بناء على المرجع الذي تم اختياره في التمرين. اذا ما عطانيش هو المرجع، انا اكيد يجب اختيار مرجع، يعني نحدد مرجع. في هذه الحاله احسن مرجع هو مرجع سطحي ارضي نعتبره غالبي. بعدها نحدد القوى ونمثل القوى ونختار معلم، في هذه الحاله راح يكون معلم باتجاه الاسفل حتى تكون دراسه سهله، لانه الجسم سيسقط. نعتبر، فقط نعطيكم معلومات او شروط ابتدائيه، عند لحظه تي تساوي صفر نعتبر ان الجسم مقذوف بسرعه ابتدائيه نرمز لها بالرمز في صفر، حاله عامه، ومن بعد نديروا حالات خاصه. ومقذوف من النقطة ذات الإحداثية زاد صفر مثلا، يعني وكأنه تركنا الجسم من هذا المكان سيسقط تحت تأثير قوة ثقله. قوة الثقل مثلناها. بعد تمثيل وتحديد القوى الخارجية المؤثرة على الجملة الميكانيكية، ماذا قلنا؟ نقوم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. طبق القانون الثاني لنيوتن من أجل ماذا؟ من أجل تحديد معادلة التسارع والسرعة والمرونة، وهذا ما يسمى بالمعادلات الزمنية للحركة. إذا معادلة التسارع، التسارع طبعا هو A. إذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، القوى المؤثرة على الجملة هي قوة الثقل، نكتب P تساوي M في A. هذه الخطوة الأولى للقانون الثاني لنيوتن، نحدد القوى تاعي نكتبهم ونعوضهم في القانون. بعدها الخطوة التي تلي، دائما نقول بالإسقاط. إسقاط ماذا؟ القوى على المحور تاع الحركة، القوة P. لما نسقطها بهذا الشكل، اسقاط دائما قلنا اسقاط شعاعي يكون عمودي، هنا زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، راح نتحصل على المقدار هذا اللي طوله هو نفس البي، الاتجاه في اتجاه المحور. اذا نكتبها بالموجب، اذا هنا نكتب بي تساوي ام في ا. للانتقال من هذه الخطوه الى هذه الخطوه نقولوا بالاسقاط، بالاسقاط على محور الحركه اللي هو في هذه الحالة رمزنا له بالرمز زد زد فتحة، علما أنه بي هي أم في جي. إذا نعوضها، إذا بي هي أم في جي تساوي أم في أ. إذا باختزال أم، يعني بقسم الطرفين المعادلة على أم، راح نتوصل إلى أو تحصل على المعادلة التالية اللي هي أ تساوي جي. هذه المعادلة الزمنية للتسارع، جي هو تسارع الجاذبية الأرضية، يساوي 10 متر على الثانية مربع، 9.81 متر على الثانية مربع، إذا ثابت، يساوي ثابت. بما أن التسارع ثابت، وطرح لي السؤال ما هي طبيعة الحركة؟ إذا هنا في الحالة طبيعة الحركة، نقول الحركة بما أن مسارها مستقيم راح تكون مستقيمة. إذا مادام عندها تسارع، التسارع ثابت، إذا السرعة تاعها متغيرة. جي موجب، إذا الحركة مستقيمة متسارعة. بما أن آثار تقول بانتظام، الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام. من معادلة التسارع نريد تحديد معادلة السرعة، ما هي العلاقة التي تربط التسارع بالسرعة؟ إذا نعرف أن التسارع، لدينا التسارع هو مشتق السرعة دي في على دي تي، دي في على دي تي. واضح؟ إذا التسارع هو مشتق السرعة، إذا هذا مشتق السرعة. هذا يعني أن السرعة نقول الدالة الأصلية للتسارع، وكأنه الزبدة مشتقة من الحليب، الحليب هو الأصل الزبدة. إذا هنا التسارع هو مشتق السرعة، إذا أصل السرعة هو من الموت بلا
باتري مهبش مهبش باتري بقى نحاول نكملها بس. إذا مشتق قلنا السرعة هو التسارع، إذا السرعة هي الدالة الأصلية للتسارع. طبعا لما نتكلم عن الدالة الأصلية، الدالة الأصلية لثابت، الدالة الأصلية لثابت هي نفس الثابت مضروبة في تي ونضيف لها ثابت آخر. لما يعود عندي ثابت مضروب في تي ماذا نفعل؟ إذا نحافظ على الثابت كما هو، تي هي كانت أس واحد نرفعها بدرجة تصبح تي مربع ونقسمه على اثنين. للتعميم لما تكون عندي دالة A في تي قوة N دالتها الأصلية هي A في تي، الآن هذه نضيف لها واحد زائد واحد تولي N زائد واحد ونقسمه على نفس المقدار على N زائد واحد ونضيف لها ثابت نسميه B مثلا. إذن نعود إلى العلاقة هذه، إذن A تساوي D في على DT، هذا يعني أنه V تساوي الدالة الأصلية أو التكامل، نعود نعبر عليها بهذا الشكل، تكامل A بالنسبة للزمن. A حددناها هي G، إذن وكأنه V تساوي الدالة الأصلية لثابت مضروب، عفوا الدالة الأصلية لثابت G بدالة الزمن. الدالة الأصلية لثابت هي الثابت مضروب في T ونزيد له ثابت آخر. إذا تصبح V تساوي G حضرناها في T وضيفولها ثابت C وليكن C واحد مثلا سميه C واحد. كيف يتم تحديد الثابت C واحد من الشروط الابتدائية؟ يعني وكأنه عندي نقطة ذات إحداثية زاد صفر، هي زاد صفر فاصلتها زاد صفر وترتيب آخر. إذا عندنا معلومات عند اللحظة تساوي الصفر، في صفر تساوي في في اللحظة تساوي صفر في صفر، معناها الفاصلة هي الصفر والترتيبة هي في صفر. نعوضوها هنا في اللحظة تي تساوي صفر، يعني نعوض تي بالصفر، جي في صفر زائد سي واحد، جي في صفر هي صفر، هذا يعني أن سي واحد ماذا يساوي؟ يساوي السرعة في اللحظة تي تساوي صفر اللي سميناه هنا في صفر سي واحد. وإذا كان الجسم مقذوف دون سرعة ابتدائية في هذه الحالة راح يكون سي صفر يساوي صفر، سي واحد يساوي صفر. إذا هذا الثابت نعوضه في العلاقة السابقة، ها نتحصل على المعادلة الزمنية للسرعة اللي هي في تي تساوي جي في تي زائد في صفر، هذه هي المعادلة الزمنية للسرعة. سبق أن يقول لحظة زمنية معينة، ماذا تقصد بهم لحظة زمنية معينة؟ احنا نتكلم عن الزمن في جمع هي هذه من اجل نعوضه فقط، قادر يعطيها لي في لحظه زمنيه معينه مثلا قال لي عند بلوغ اللحظه تي تساوي 1 ثانيه مثلا تكون سرعه المتحرك تساوي 2 متر في الثانيه، تعوضيها في المعادله تعوضي تي بواحد وفي السرعه واش حيخرج لك؟ حيخرج لك الثابت. هذا المهم انا نحتاج نقطه أو نحتاج معلومة إضافية للحصول على هذا الثابت. طبعا في أغلب الحالات نجيبها من الشروط الابتدائية، إذا ما أعطاني الشروط الابتدائية ما عنديش معلومات كافية ممكن يعطيني حاجة المهم معادلة رقم 2 لتحديد الثابت هذا. إذا بعد تحديد المعادلة الزمنية للسرعة نتكلم عن المعادلة الزمنية للمسافة أو الموضع أو المعادلة التي تحدد موضع المتحرك خلال أزمنة، مثلا في اللحظة تي أين يكون المتحرك؟ بنفس الطريقة نعرف أن السرعة V تساوي D زاد، هنا يعني الموضع نعبره عليه زاد أو Y أو X ما يهمش، هنا حكينا زاد D زاد على DT، هذا يعني أنه إذا V هي مشتق الموضع أو المسافة، إذا المسافة هي الدالة الأصلية، إذا زاد هي الدالة الأصلية لـ V بالنسبة لهذا المتغير اللي هو الزمن. نعوض V بالمعادلة السابقة، إذا راح نتحصل على زاد تساوي تكامل، نفتح قوس نكتب المعادلة بالنسبة للمتغير تي، المعادلة هي جي في تي زائد في صفر. الدالة الأصلية إذا لي جي في تي زائد في صفر هي الدالة الأصلية لفي صفر زائد الدالة الأصلية لجي في تي. الدالة الأصلية لفي صفر هاي ذكروني ثابت، ماذا نفعل الثابت؟ في نضربه في تي زائد
زائد ثابت، خلينا زائد ثابت مثلا سي جي في تي، ماذا نفعل؟ الثابت جي ثابتة، إذا نخلي جي كما هي تي، واش نديروا لها هنا تي وكأنها تي قوة واحد تصبح تي قوة اثنين، يعني الدالة الأصلية عكس الاشتقاق، ترفع ترفع الدرجة أنت عندك الدرجة. إذا جي في تي مربع ثم نقسم على اثنين، إذا وكأنه واحد على اثنين جي في تي مربع زائد ثابت، وهذه في صفر في تي زائد ثابت، الثابت هذا مجموع ثابت خلينا نسميه سي اثنين. إذا هذه المعادلة الزمنية للموضع، معادلة زمنية للمسافة أو التي تحدد موضع المتحرك في اللحظة الزمنية، بقى لي مشكل سي اثنين فقط، نريد تحديد سي اثنين، إذا نحتاج إلى معلومة أخرى، نقول من الشروط الابتدائية، ما هي المعلومات التي لدينا؟ من الشروط الابتدائية في اللحظة التي تساوي صفر، زاد في اللحظة هذه تساوي زاد صفر، نأخذ نعوضها هنا، إذا زاد في اللحظة صفر تساوي واحد على اثنين جي في صفر مربع زائد في صفر في صفر زائد ثابت سي اثنين، في صفر في صفر صفر، واحد على اثنين جي في صفر مربع صفر، يبقى لي سي اثنين تساوي زاد في اللحظة صفر، إذا زاد صفر، وإذا كان مثلا قذف الجسم من النقطة أو ذات الإحداثية صفر، إذا سيكون هنا ثابت زاد صفر يساوي صفر، إذا هذا زاد الثابت نعوضه في الحالة. نتحصل على المعادلة التي تحدد مواضع المتحرك في لحظات زمنية، إذا زاد لي تي تساوي واحد على اثنين جي في تي مربع زائد في صفر في تي زائد زاد صفر. إذا هذه معادلة زمنية المسافة، معادلة زمنية السرعة، معادلة زمنية للتسارع. لو كان يطلب مني ولا انطلاقا من المعادلات نرسم تغيرات هذه الدوال أو معادلات الزمن. إذا معادلة التسارع نحدد أو نرسم منحنى تغيرات التسارع بوحدة المتر على الثانية مربع بدلالة الزمن. إذا ما أ تساوي جي ما يتعلقش بالزمن، يعني في لحظة تساوي الصفر كم يساوي التسارع؟ بعد مرور واحد ثانية كم يساوي؟ 10 ثواني، 5 ثواني، يعني دائما يبقى جي، إذا هنا دالة ثابتة، جي دالة ثابتة. بالنسبة للسرعة كيف تتغير السرعة بدلالة الزمن؟ طبعا هنا من المعادلة واضحة من البيان، غتحصلوا على بيان من هذا الشكل في بالمتر على الثانية مخطط في بدلالة الزمن. في اللحظة تي تساوي الصفر في تساوي في صفر، هذا الشكل تمام، دالة دالة تآلفية، إذا يعني الدالة دالة السرعة بدالة الزمن هي عبارة عن دالة تآلفية أو عبارة عن مستقيم لا يبر من المبدأ، إذا كانت في صفر عندها قيمة، إذا كانت في صفر تساوي صفر تصبح دالة خطية، يعني مستقيم يبر من المبدأ. ما يهمش ناقص، إذا كان ناقص معناها السرعة قاعدة تتناقص، إذا مثلا لما نطرق جسم نحو الأعلى السرعة تاعو تتناقص، إذا هنا راح تكون تسارع سالب، إذا هنا راح تكون مثلا السرعة تتناقص مع مرور الزمن. لحظة فقط، إذا هذه هي عبارة عن تمثيل في بدلالة الزمن، المعادلة موجودة أمامنا، إذا هنا لما نحسب ميل هذا المستقيم، ميل هذا المستقيم ماذا يمثل؟ يمثل التسارع، في هذه الحالة يمثل جي. إذا الميل ما نرسم ميل هذا نرسم مستقيم ونحسب الميل تاعو نجد أن الميل هو يساوي جي. أيضا نقطة تقاطع مع محور الترتيب هي في صفر. يمكن استنتاج المسافة المقطوعة بين لحظتين زمنيتين تي واحد وتي اثنين من هذا المخطط بحساب المساحة المحصورة بين ماذا؟ بين أربع أشياء، مساحة محصورة بين المنحنى أو المستقيم تاعنا، محور الفواصل، واللحظتين الزمنيتين. نتحصلوا على هذا الشكل، مساحة هذه مساحة مساحة هذا الشكل هي راح تعطيني المسافة دي، إذا دي تساوي اس، طبعا المساحة هنا ليست بالمتر مربع لأن راح نضرب مقدار تي الثانية في المقدار في اللي هو متر على الثانية، راح تحصل على وحدة المتر، يعني هنا ليست بوحدة المتر مربع، ما نتكلمش على مساحة لمخطط فيه المسافة على مسافة، إذا المفروض تحصل على مربع ام مربع. المهم إذا الشكل هذا يعني سبق وتعلمنا كيف نحسب
مساحة شبه المنحرف. إذا هنا قاعدة كبرى، هذه نسميها قاعدة كبرى لشبه المنحرف، في القاعدة زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على 2. ولو أنها كانت تمر من المبدأ تحصل على